أحدثت محطة معالجة مياه واتسابو بفاس سنة 1987 تقوم بتزويد نصف ساكنة فاس بالماء الصالح للشرب. اليوم تعيش المحطة مرحلة فاصلة في مشوارها، وهي تتويجها بشهادة الجودة التي منحها المعهد المغربي للتقييس، وبذلك تصبح هذه المحطة بفاس هي أول وحدة تحصل على هذه الشهادة على الصعيد الوطني. الشهادة بطبيعة الحال كتندرج في إطار ديال واحد الاستراتيجية متكاملة ديال المكتب اللي كتهدف للتحسين ديال الخدمات ديال المكتب في معالجة وإنتاج الماء الشروب بطبيعة الحال، وكتندرج في واحد الإطار ديال واحد الاستراتيجية اللي هي وطنية واللي غادي تشمل تدريجيا عدة وحدات أخرى ديال الماء ديال الإنتاج وديال المعالجة ديال الماء الشروب. شهادة الجودة تتوج مجهود فريق متكامل بمحطة معالجة مياه واد سبو منذ سنة 2012، مجهودات ارتكزت على الدقة في جميع مراحل معالجة وإنتاج الماء الشروب. الشهادة هي ثمرة مجموعة إجراءات نقوم بها للرفع من جودة إنتاج ومعالجة الماء الصالح للشرب، لتزويد الساكن بماء يحترم جميع المعايير المتعارف عليها. ولتأمين تزويد مدينة فاس بالماء الصالح للشرب على المدى البعيد، برمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مشروع تزويد مدينتي فاس ومكناس انطلاقا من سد إدريس الأول لتلبية حاجية أزيد من 2 مليون نسمة في أفق 2030.